اليوم أسرة جامعة النجاح الوطنية بكل مكوناتها، إدارة ونقابة عاملين أكاديميين وإداريين ومجلس اتحاد طلبة وكل الكتل الطلابية، تقف اليوم إكراما لجنين جنين المقاومة، جنين التي تضرب نموذجا في الوحدة الوطنية وفي مقاومة هذا الاحتلال. بالتالي يأتي هذا النشاط وهذه الوقفة من باب مسؤوليتنا الوطنية، جامعة النجاح التي قدمت خيرة أبنائها وعامليها شهداء وأسرى وجرحى ومبعدين، لزاما عليها أن تقف اليوم هذه الوقفة مع جنين جنين المقاومة بمخيمها الصامد المقاوم البطل. نعم، اليوم وفي كل يوم جامعة النجاح الوطنية بإذن الله ستبقى نموذجا للوحدة الوطنية وللعمل الطلابي المشترك. نحن في إدارة الجامعة نفخر بجميع كتلنا الطلابية ونفخر بهذه الوحدة الوطنية التي تتجلى في الميدان كما تتجلى الوحدة الوطنية بالدم والمقاومة في جنين.